وتنضم إلينا من محيط البرلمان التونسي مراسلة الغد نجلاء بوخريس. نجلاء، ماذا عن آخر التطورات اليوم في تونس على ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد؟ نعم، صباح الخير. نحن الآن في محيط البرلمان التونسي لليوم الثاني على التوالي. حالة من الهدوء والاستقرار تخيم على هذا المكان الذي كان قد شهد يعني حالة من الاحتقان بين أنصار حركة النهضة من جهة وأنصار يعني الرئيس قيس سعيد وعدد من المواطنين إثر قرار تجميد النشاط البرلماني ورفع الحصانة عن نوابه. إذا تحضر فقط سيارات الشرطة والأسلاك الحديدية لمنع أي يعني تواجد للمواطنين وفق قرار الرئيس قيس سعيد بمنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص في الميادين والشوارع. أما فيما يتعلق طبعا بآخر المستجدات هو خبر يعني إعفاء عدد هام وهام جدا من المديرين العامين ومستشاري حكومة هشام المشيشي، تقريبا أكثر من 20 اسم تخلى عنهم اليوم قيس سعيد، ربما يتم محاسبتهم حول يعني تقلدهم لهذه المناصب في الفترة والآونة الأخيرة. هناك أيضا اليوم دعوات أخرى لإيقاف عدد من المورطين سواء من القيادات السياسية أو من رجال الأعمال أو ممن تقلدوا مناصب في صلب الحكومة المعفاة حكومة هشام المشيشي أو حتى من النواب. هذه الدعوات ليس فقط على شبكات التواصل الاجتماعي، إنما أيضا هي موجودة في الشارع وتنادي بها أيضا بعض الأحزاب من شق المعارضة. نعم، إلى ما تشير هذه القرارات فيما يخص المسار الذي يتخذه اليوم الرئيس سعيد وخطة الطريق التي سيعمل بحسبها؟ فيما تدعو اليوم حركة النهضة من جهة يعني إلى فتح حوار وقنوات حوار جديدة، تدعو إلى الجلوس مرة أخرى مع الرئيس التونسي قيس سعيد ولما لا الحديث عن انتخابات تشريعية مبكرة، إلا أن الواقع يعني رافض ربما لهذه الفكرة. اليوم التونسيون يصرون على يعني هذا المسار الجديد الذي اختاره قيس سعيد بدليل بدء مرحلة جديدة هي مرحلة المحاسبة، مرحلة ملاحقة المورطين والفاسدين سواء كانوا من الشخصيات السياسية أو ممن تقلدوا مناصب في الدولة التونسية. نشير مثلا أنه هذين اليومين منذ يوم أمس واليوم هناك عطلة رسمية قد يقع تمديدها في قطاع الوظائف العامة، هذا بهدف الحفاظ على الأرشيف وعدم المساس بأي وثائق ربما يقع إتلافها من بعض المسؤولين الفاسدين. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أحزاب أخرى تطالب قيس سعيد رئيس الدولة بوضع برنامج اقتصادي سياسي اجتماعي واضح في الفترة المقبلة، سيما تلك الأحزاب التي ساندت يعني سعيد في قرارها من بينها حزب التيار الديمقراطي، الحزب الحر الدستوري وأحزاب كثيرة أخرى وعدد هام من النواب المستقلين. هناك أكثر من فرضية في الحقيقة في الفترة المقبلة، هل سيقبل سعيد يعني بالحوار مجددا مع حركة النهضة؟ عديد المراقبين يعتبرون أن هذا غير ممكن في ظل مطالب الشارع اليوم بالقطع النهائي مع حركة الإخوان ومع حزب النهضة الذي أرجع تونس سنوات إلى الوراء ولم يحقق ولو يعني أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي. نعم. هذا فيما يخص الداخل التونسي، ولكن ماذا عن ردود الفعل الدولية وحاجة الرئيس التونسي اليوم إلى هذا الدعم؟ نشير أن الرئيس قيس سعيد يجري حاليا عدد هام من الاتصالات أو اللقاءات سواء مع عدد من السفراء الدول الصديقة والشقيقة أو ربما اتصالات مع يعني الاتحاد الأوروبي أو عدد من رؤساء الدول. أهم ردود الأفعال إلى حد هذه اللحظة جاء من البرلمان الأوروبي الذي أكد أن رئيس الدولة هو فقط مارس وظائفه في إطار الدستور، لا حديث عن انقلاب ولا يمكن الحديث عن انقلاب طالما أنه عاد إلى المادة 80 من نص الدستور ولم ينقلب يعني بشكل فردي ويعني على مؤسسات الدولة. هو نفسه تقريبا الموقف الألماني الذي يقول أنه الهدف طبعا من هذه الخطوة هو تصحيح المسار السياسي في ظل عملية ترذيل العمل البرلماني وترذيل العملية السياسية مثل ما هو الحال في تونس في الآونة الأخيرة. تقريبا عدد هام من الدول العربية، نذكر من بينها المملكة
المملكة السعودية أيضا ساندت الرئيس سعيد في موقفه ودول عديدة أخرى، الاتحاد الأوروبي أيضا، بانتظار طبعا ربما هناك الصورة غير واضحة يعني بشكل كبير لعدد آخر من القيادات الإقليمية والدولية، ربما تكون هناك بلاغات وبيانات من دول أخرى في الساعات القليلة المقبلة. نشير فقط إلى آخر المعلومات أيضا أن الرئيس سعيد سيبحث في الساعات المقبلة حول اسم أو شخصية يعينها كرئيس للحكومة في ظل انتظارات الشارع اليوم لمن سيكون رئيس حكومتهم المقبلة. يقال أنه سعيد سيبحث عن الخاصية الاقتصادية أو المقياس الاقتصادي لاختيار رئيس حكومة جديدة سينقذ الوضع الاقتصادي، ويقدم الإضافة اليوم سيما في ظل هذه الأزمات المتكررة، جائحة كورونا وأيضا انهيار العملة المحلية وغيرها من الأزمات الاقتصادية. نعم، من تونس ومن محيط البرلمان تحديدا كنت معنا مراسلة الغد نجلاء بوخريس، شكرا لك.